أحداث خالدة في التاريخ مرت بها محافظة الخفج منذ أكثر من نصف قرن، منها تصدير أول شحنة نفط وإعصار تورنيدو وحرب الخليج. العم حميد الزير ذو 71 عاما دون معلومات عن هذه المحافظة في كتابه الصادر قبل 13 عاما بعنوان مدينة الخفج تاريخ وأحداث. يحتوي عن نشأة الخفج من كانت لا بشر لا شجر لا حجر، وحطينا المقاولين القدامى اللي كانت الخفج تفتقر لخدماتها، منها الكهرباء ومنها الماء ومنها المواد الغذائية. كانت الخفج عبارة عن عشش من الخشب والصفيح. الزير أكد أن كتابه تاريخي وثائقي، اعتمد في تأليفه على وثائق ومخطوطات ومساعدة أعيان المحافظة وما لديهم من معلومات موثوقة، يهدف من خلال ذلك إلى وجود تاريخ يضم معلومات كمرجع للأجيال القادمة. كنت أدخل الخفج بجواز سفر، والكويت بجواز سفر عن طريق الأدعمي، تعرف هناك. فسألت نفسي أنا أدخل الخفجي بجواز سفر وأدخل الكويت بجواز سفر، المنطقة هاي شو يسمونها؟ فهمتني؟ قالوا هاي يسمونها المنطقة المحايدة. الجزء الثاني من كتاب الخفجي سيرى النور في العام الحالي 2020، ليتبع ما بدأه الزير في الكتاب الأول. أحمد غالي، الإخبارية، الخفجي.